السلام عليكم، صباح كي دايرة مور؟ جيسبيغ تكونوا كاملين مزيانين. اليوم عندي واحد لوفر سبيسيال ريفيو انبوكسي بزاف البلانات بحال فيديو واحد. هنهضرو اليوم على النفقة ماشي ديال البلاد ديال برا، اللي فيه واحد لاكونفيك سبيسيال في 64 جيجا، 4 جيجا في الرام. هنديرو الانبوكسي. غنبداو بالتليفون. التليفون نفسه النفقة، تبقى النفقة مختلف، يعني 64 و 32 في الديزاين. في 64 64 في ستوكاج، 4 جيجا في الرام. بالنسبة للبروس فهو ميديا تيك الهيليوس G25، يعني ديال الجيمين. تليفون النف تبقى ترجع لافامي ديال شيومي ريدمي النف، يعني لونتخي ديال الكام. الباتري فيه 5000 ملي امبير، يعني غيضرب لك 2 جور تقريبا. مي 5000 ملي امبير باتري زوين، بالنسبة للناس اللي متيخدموش بزاف راه يقدر يضرب حتى ليومين. بالنسبة لافيشور 6.53 بوس، الريزوليسيون ديالها هي 1720 × 480. بالنسبة للبور ديال الشارج تايب سي، الميكرو الباف، بور جاك 3.5، مصنوع من البلاستيك. بالنسبة للكاميرا اللورانية فيها فلاش ليد، كاميرا بكابتشور سامبل في 13 ميجا بيكسل، الكاميرا قدامية فيها 5 ميجا بيكسل، ما كاينش فلاش ديالها. هذا المكان تجيو هنا جوج بوطونات، 3 الكونترولور كاملين اللي كاينين في الجهة، الباور اون والباور اوف، او جوج بوطونات هنا، وحدة تنقص بها الصوت وحدة تزيد بها الصوت. الثمن في ثمن سبيسيال نورمال مونورمون ديال جبلة 1280 درهم جملة، داير غالبا حنا تنزيدو 50 درهم في التليفون، تنبيعو ب 1330 درهم، حيت هو ديال جملة 1280 درهم، يعني حنا نبيعو حنا ب 1330 درهم، يعني الثمن اللي عندنا حنايا. كاين اللي تيبيع اقل، كاين اللي تيبيع اكثر، حيت هاد السلعة بالضبط اللي تكون بحال هكا ديال برا تكون شوية مختلفة في الثمن. كاين اللي شاري غالي، كاين اللي شاري برخا، داكشي تيبقى على حسب لا بيريود لي شريتي فيها ولا حسب لا كونتيتي، يعني بزاف ديال ديطاي. حتى المدن كل ما الا كان دخل داخل السلعه مثلا فاس، دخلت مثلا فاس تلقاها في الثمن بلاصه طايحه، يعني كل ما خربتي فاس الثمن وكل ما بعتي تطلع الثمن. بالنسبه ثاني مثلا الا كان داخل في كازا تلقاها بحال هكاك نفس البلان طنجه، المهم فين ما تيكون الفورنيسور بعيد عليك كل ما توصلك حتى السلعه الثمن طالع، يعني تيكونوا دي ديطاي مختلفين، يعني الاثمنه مختلفين شويه من مدينه الى مدينه، وكي ما تلقاش بزاف 20 30 10 هذا هو الثمن. بالنسبه لنا في الا راه معروف 64 4 في البلاد تيكون 32 دو جيجا، هنا 64 4 ها هو. نشوفوا الامبالاج، يعني الانبوكسين شنو بقى. خا واحد اللعيبه ديال بحال هكا، فيها واحد السلك مسمار باش تشيري بلاصه البسط سميتها بلاصه لاسيم. كاين كابل ديال الشارج تيب سي وشارجور ديال برا، فوالا هو هذا. هاد الشارجور ديال برا ما تيخدمش هنا في المغرب، دونك هادشي واحد اللعيبه دايره بحال هكا، واحد الادابتور تيدير ما بين 13 درهم 15 درهم، كل واحد شحال تيبيعو. غتلقاو في الدروكري ولا تلقاو عند صحاب التليفونات. هذا تتخشيو من هنا، فوالا هو ركب هاد البلاص. هذا بعدا بالضبط شي كاين بحال هذا وكاين بحال هذا. هذا ما يخدم ليكمش كلشي، مي هذا تيخدم كاع لي نورم، كاع لي بور كما كانوا تيخدموا فيه، حيت فيه بزاف ديال لي سورس ديال الطرق، يعني تي اكسبتي هادو اكسبتي اي وحده. المهم معنا الثمن ديال ريدمي النف ا ديال 1330 درهم. بيان سور ما فيش غارونتي ديال الشركه، غالبا تاخذوا غارونتي ديال مول المحل. مرحبا بكم في ايباس شوب. بالنسبه للناس اللي سولوا على التليفونات شكون اللي احسن، واش هاد الماركه ولا هاد الماركه، تنقول حاجه واحده، ديما الثمن تيكون مرتبط بالكاليتي. كل ما طلع الثمن كل ما طلعت الكاليتي، كل ما هبط الثمن تهبط الكاليتي. الريدمي انا بالنسبه شخصيا تعجبني الاس، سامسونج الاس ولا النوت، تليفونات في المستوى. تعجبني بالنسبه للهواوي البي، البي 20 برو، البي 30 برو، يا سلام. بالنسبة لأوبو ماركات أخرين فتجيبني أنا شوية ما بين وبين، يعني زوينين مثلا كروش، ولكن ماشي داك الكاليتي ديال الإس ولا
ولا الكبه ديال الهواوي، حيت الصراحه هاربين بزاف. كاين لي ماركات اخرين ديال وان بلوس، ماركات اخرى اللي مزيانين، ولكن كما قلت تبقى الاس ديال سامسونج والنوت والبي ديال الهواوي شي حاجه واعره، لا بالنسبه للكاميرا، بالنسبه لبزاف الحوايج. بالنسبه للناس اللي تيوك الايفون، الايفون انا شخصيا ما عنديش معاه حيت ماشي اتيليزابل بزاف، يعني انا تنخدم بلوتوث بزاف، يعني دونك ما فيش هو بلوتوث، يعني ما بلوتوث من الايفون. الايفون الباتري دغيا تطيح، انا بس التليفون خصني على الاقل يضرب لي واحد النهار وستر في لاشارج، حيت واخا النهار كامل انا جالس على الشاجورات انا تنسمش نشارجي التليفوني، يعني ماشي اتيليزابل بزاف. يعني حتى الكابل اللي تحنسرتي خصك شي واحد عنده الايفون، ماشي بالضروره بحال التليفون تخلي الميكرو يو اس بي ولا تيب سي ولا في وي تلقى موجودين باغ كونتر الايفون. المهم بزاف البلانات حتى لا كونفيغ تلقاها في الايفون، يعني مقارنه مع الهواوي ولا يعني لا كونفيغ مقارنه مع الثمن، يعني هما تيطلعوا الثمن بزاف، يعني ما نكروش بان الديزاين بزاف الحوايج زوينين، ولكن تيبقى لا في الباتري شي السيستم ديكسبلوطاسيون ديالها بزاف ديال الحوايج اللي ما تيساعدونيش بعد. انا شخصيا تيبقى هذا غير الراي الشخصي ديالي. المهم هادي غير فكره وصاف، غنبقى ندير كل مره تليفون، حيت عندي التليفونات غير ما تنديرش عليهم لي انبوكسين ولا لي ريفيو، غادي نبدا ندير عليهم مره. بس الا بغيتو تتصلوا بينا تلقاو رقم ديال التليفون فوق لا فيديو. لوكاليزاسيون ما حاجه في الطالب الشرقي، يعني في سيدي الطيبي في قنيطره. مرحبا بكم مرة أخرى، يلا السلام عليكم.